يا زين، ايه الاخبار؟ ليلى بتقول لي انك عايزني في موضوع مهم. انا مقدر الخطوره اللي بعرضك ليها يا جمال. البوليس بيدور عليك وممكن يوصلوا لك في اي لحظه. اما عادي، ما تشغلش دماغك. بس انا عايز اعرف بتقدر تتحرك ازاي كده من غير ما يوصلوا لك؟ دي حاجات متمرن عليها طول عمري، لدرجه اني حبيت خلاص الموضوع. خير بقى فيه. يا ترى ليلى انا قالت لك شكوكي بخصوص قضيه القبض على ربا؟ ربا مين؟ البنت اللي خدت منها التسجيل وزعته في حلقتها بتاع المكالمه اللي بينك وبين ابو العزم. هو ده المصدر اللي ما رديتش تقولي عنه، مش كده؟ بالظبط. خافت تعرض حياتها للخطر، بس اهو اتورطت في قضيه اكبر. قضيه ايه؟ قضيه تخابر. ربا مهندسه اتصالات في شركه سيجنال، اتهموها بالتجسس على مكالمات مسؤولين كبار في الدوله لصالح اسرائيل. وده ايه علاقته باللي بيحصل معايا؟ ربا وقت ما تم القبض عليها للاسف كان عندها سيديهات كتير عليها تسجيلات. التسجيلات دي والسيديهات دي اختفت اول ما راحت النيابه، او تقدر تقول اتسحبت بفعل فاعل. والتسجيلات دي كان عليها ايه؟ اللي عرفته من ليلى انه تقريبا كل مكالمات ابو العزم في الفتره الاخيره. وايه علاقه ربا بابو العزم اللي خليها تسجله؟ انت ما تعرفش ان هي اخت الصحفي رضا حلمي اللي كان على صله بابو العزم قبل ما يتم اختفائه بطريقه غامضه. يعني حد قاصد يحميه حتى بعد موته. ابو العزم هو اللي قتل السفير بهجت سالم اللي انت متهم فيه. الحاجات دي يا جمال لما تيجي تركبها جنب بعض تلاقي لا يمكن تتم بالصدفه. في حد مرتبها ومصر انها تتم بالشكل ده. دايره تصفيه وتنظيف. بس اللي انا متاكد منه ان الدايره دي يا جمال بدات تقرب وهتقفل عليك. بص يا زين، كل اللي عمال تحكي فيه ده ما فيهوش جديد بالنسبه لي. انا ممكن احكي لك حاجات اكتر من كده بكتير. الدايره اللي بتتكلم عنها دي انا اللي راسمها وعارف كل تحركاتها. ابو العزم اللي مات وفجاه عملوه شهيد، انا اللي قتلته. ايوه انا اللي قتلته. يمكن دي حاجه في مصلحتهم، عشان كده كان لازم يكملوا ويخفوا اي مكالمات عشان ما يفضحوش اللي وراه. مين اللي وراه؟ جهاز سري انا كنت واحد من المسؤولين فيه. مهمتهم عمليات معينه زي الكنيسه وغيرها. يعني انت كان ليك يد في عمليه الكنيسه؟ ايوه. بس مش انا اللي كملتها. وغيرها زي ايه؟ مش مهم تعرف يا زين. مش مهم اعرف؟ مش مهم اعرف؟ وانا اللي جاي انبهك واقول لك خد بالك تقول لي مش مهم اعرف؟ انت عارف انا عملت ايه يا جمال؟ انا ضحيت بوظيفتي وبمركزي علشان اعرف. لما حسيت ان في شبهه فساد في قضيتك وانك ممكن تكون كبش فدا لحد تاني رفضت اكمل. عارف ليه؟ علشان عايز اعرف، عايز اوصل للحقيقه. عارف يعني ايه الحقيقه؟ واديك عرفت الحقيقه. تقدر بقى تبرأني من اللي انا فيه؟ ابرأك ازاي وانت مذنب؟ ومين قالك ان انا مذنب؟ باعترافك دلوقتي. ده كان واحد لازم يموت، مش انت اللي تحدد. انا اخترت صفك وطلع غلط. ما تضحكش على نفسك، انت اخترت صف الحقيقه ما اخترتنيش انا، وكنت فاكرها معاك. وهي فعلا معايا يا زين. ازاي دي بقى مشكلتك انت؟ انت بتشوف كل حاجه بعينك انت وبس، عشان كده شايفني مجرم ومذنب. عارف لو شفتها بعينيا هتعرف ان انا مظلوم وبريء. ما تتعبش نفسك، هي حقيقه واحده ملهاش تاني. حتى لو كده يا سيدي حاول تساعدني، خلينا نفضحهم قدام العالم كله. يا زين، يا زين مش انت لوحدك اللي ضحيت، انا كمان ضحيت ودفعت الثمن ولسه بدفعه ومش عارف افضل ادفعه لحد امتى. المشكله ان انا مش عايز ابرر نفسي من تهمه ولا اتنين. المشكله اكبر من كده بكتير قوي. حتى لو فكرت ارجع مش هقدر. عارف ليه؟ عشان خلاص مسكت اول الخيط بايدي.
إلا لو شديته هيكر كل فضايحهم، وهم من الناحية التانية برضه عايزين يشدوه عشان يجيبوني لحد عندهم، وساعة ما هياخدوني هيدفنوا كل حاجة تحت الأرض. يا زين فكر معايا يا زين، أنا مش هعرف أعمل حاجة لوحدي، أنا عايزك تساعدني وعايز ليلى تساعدني وعايز كل بني آدم نضيف يقدر يساعد. يساعد في إيه؟ أنت بتحكي عن كيان هلامي، تنظيم سري عايش حوالينا زي الهواء، عمالين بنتنفس فساده كل دقيقة. إيه الخيط اللي في إيديك؟ أنت قلتها من غير ما تاخد بالك، هي دايرة وعمالة بتخنق عليا لحد ما تقفل. هي اسمها دايرة ليه؟ عشان خلاص كملت. دور يا زين دور، أكيد هتلاقي اللي يفيدنا. إزاي أنت المحامي بتاعي وبتاعها في نفس الوقت وما ربطتش بين الحاجات؟ إزاي تخبي عني تسجيلات زي دي؟ معقول؟ معقول قررت تساعدها هي وأنا لأ يا أشرف؟ يا جمال خليك مكاني، أديك أنت قلت أنا المحامي بتاعها، يعني ما ينفعش أذيها، أنا واجبي أخرجها من المشاكل مش أحطها فيها. على الأقل كنت أسمعهم يا أخي، كنت أعرف إيه اللي فيهم، أكيد كانوا هيفيدوني يا أشرف. بس خلاص أديهم راحوا، راحوا مش راجعين تاني خلاص. يا جمال ما تلومش عليا، ما هي ليلى كانت عارفة كل حاجة، ما قلتلكش ليه هي؟ هو أنت بتقارن علاقتك بيا بعلاقتي أنا وليلى؟ أنا وليلى لسه راجعين لبعض من كام ساعة، مش هقولك من كام يوم، لكن أنت عشرة حمر متربيين مع بعض، إزاي تخبي عني حاجة زي دي؟ يا جمال دي أمانة شغل، حط نفسك مكاني يا أخي. لو مكانك هقولك تعمل إيه وما تعملش إيه لحد ما أساعدكم أنتوا الاتنين، مش هساعد واحد والتاني لأ. يا جمال روبا كانت مرعوبة، مرعوبة، وأنت العيون كلها عليك، يعني كانت ممكن تتأذي في أي لحظة. على أساس دلوقتي إن هي قاعدة في بيتها ونايمة في سريرها، مش كده؟ أنا عارف إن روبا في مشكلة كبيرة، ويمكن أكون غلطان يا جمال إن أنا ما قلتلكش كل حاجة، بس في حاجة مش هينفع أخبيها عليك. علي جالي وقال لي على موضوع منى وابنها، وبيهدد إنه عايز يقتلك. أستاذ ألبير، التحقيق في تفجير الكنيسة ما تقفلش لعدم كفاية الأدلة أو تأيد ضد مجهول، لا ده اتقفل لأننا لقينا الجاني، والنيابة اتطمنت للأدلة لضلوعه في العملية دي، يعني القضية تعتبر منتهية. ضلوع بس يا فندم أكيد ما كانش لوحده، عملية كبيرة بالشكل دوت أكيد كان معاه شركة. مش هكذب عليك يا أستاذ ألبير، ده مش أول طلب يقدم لإعادة التحقيق من أسرة فقدت شهيد في الحادث المؤلم ده، لكن خلاص القضية انتهت، ولولا وفاة المتهم كانت قدم للمحاكمة، وطبعا كانت هتثبت براءته. الله أعلم يا فندم، أنا متأكد من الكلام اللي أنا بقوله حضرتك، وأنا كمان يا أستاذ ألبير متأكد إن إعادة التحقيق محتاجة أدلة أكبر من مجرد تخمينات مبنية على الحزن والغضب، وده اللي جاي أوضحه لسعادتك. المستند دوت ماضي عليه رئيس وفد دولة من جامعة الدول العربية، بموافقة إن يضم ثلاثة من الوفد الرسمي بتوعه، الثلاثة دول مسجلين أمن دولة، نشاط ديني، وهم اللي فجروا الكنيسة بعد 48 ساعة. اسمه إيه الراجل ده؟ ظهر اسمه في التحيات على لسان جمال الجبالي، أحد المتهمين في القضية. اسمه إيه؟ اسمه نبيه البتنوني، ده اسم الحركة بتاعه، أما اسمه الحقيقي مسعود حجي. أشرف أنت جاي ليه؟ أنا مش عاوز أشوفك، من فضلك رجعني. روبا استنى، من فضلك ممكن تسيبنا 10 دقايق؟ أمرك يا باشا. روبا أنا لسه عارف دلوقتي حالا اللي حصل، أنا كنت قافل موبايلي، ليلى بعتت لي رسالة أول ما فتحت الموبايل، عرفت إن أنتي حصل لك حاجة. وجاي ليه بقى؟ جاي تعمل شهم وتقف جنبي وتساعدني في مشكلتي صح؟ لا يا أشرف، مش أنت. أنت ما بتعرفش تعمل الدور ده ولا حتى تمثله. روبا اسمعيني. اسمعني أنت، ما دام أنت جيت لغدر يبقى أنت اللي لازم تسمعني. أنا مش محتاجة لك جنبي أصلاً، ولا عمري كمان كنت محتاجة لك. لو تفتكر كويس، أنت اللي فرضت نفسك عليا، وحسستني ان انا كل الدنيا دي عندك، وانك ممكن تعمل المستحيل عشاني. بس للاسف بقى كل ده طلع كلام، حتى الكلام انت استخسرته فيا اخر مره كنت عندي.
بس خسرت تضحك عليا بكلمة واحدة. تبقى جاي ليه دلوقتي ليه؟ ربما من فضلك ممكن نأجل الكلام في الموضوع ده على الأقل لحد ما تخرجي من هنا. كلام خلص أشرف خلاص بقى دمه تقيل. يا ربما يمكن اللي حصل ده في مصلحتك. أيوه في مصلحتك. أنت تستاهل أحسن مني بكتير بكتير قوي. يا ربما أنا واقع في مشكلة كبيرة قوي وكان نفسي تبقى أنت البني آدمة اللي واقفة جنبي فيها. أنت فاكر كده إن أنت هتصعب عليا وأقول يا حرام ده طلع عنده مشكلة أكبر من مشكلتي وكمان عاوزني أقف جنبه فيها؟ لا يا أشرف روح فكر لوحدك. أنا آخر حد في الدنيا ممكن يساعدك. أنا أصلا مش عارفة أساعد نفسي. ابعد يا أشرف. أنا مش عايزة أشوفك تاني وما تجيش هنا وما تبوظش شكلك بزيادة. امشي إحنا الحكاية اللي بينا خلاص خلصت. ما تجيش بجد تاني. روبا طب خليني أدافع عنك. عن نفسك يا أشرف. كفاية عن نفسك قبل ما تتظلم. الظلم طعمه مر.